نرجو منكم أن تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، وهي السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ حلقتنا هذه، فنصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والسلام عليه. ونبدأ حلقتنا هذه سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أما الآن نذهب إلى تفسير سورة الفلق. نبدأ بأول آية، وهي قل أعوذ برب الفلق، أي قل أيها النبي أعوذ وألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي فلقه من الليل وشقه من الظلام. الآية الثانية، من شر ما خلق، أي من شر كل المخلوقات. الآية الثالثة، ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر ليل مظلم غطى العالم بسواده وما فيه من أخطار وشرور. الآية الرابعة، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الساحرات النفاثات فيما تعقدن من السحر وما فيه من شر وضرر. الآية الخامسة، ومن شر حاسد إذا حسد، أي ومن شر حاسد للنعمة محبا لزوالها مبغضا لفضل الله على عباد. وبهذا قد نكون قد أنهينا حلقتنا هذه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع السلامة.